مثل ما شفتوا كل جهاز بالدنيا معرض للكسر، ممكن تنكسر الشاشة أو الجامة الفوق. أنور أبل حل هذه المشكلة، راح يحل مشكلتك بأقل وقت وأقل تكلفة ممكنة. ممكن الجهاز يكون اللمس مالته يشتغل لكن الجامة الفوق مكسورة، أنور أبل راح يبدل هذه الجامة بكل سهولة وبأقل وقت. لا تترددون إذا صار عندكم أي مشكلة من هذا النوع، تعالوا لأنور أبل بزيونة تقاطع الربيعي مقابل مول دريم سيتي، راح نشوف الشغل حصريا، راح أصور لكم إياه وراح تشوفوه أول بأول، وراح تشوفون النتيجة حتى مال هذا الجهاز.